السلام عليكم. إن شاء الله هذا الدرس راح يكون عن أداة مهمة كثير وبالإمكان استخدامها في العديد من المشاريع، ألا وهي الشاشة. طبعا إحنا قاعدين نحكي هان عن أبسط شاشة نستطيع أن نكتب عليها نصوص حقيقية، لكن قبل ما نحكي عن الشاشة بدي أشوف شو أفرجيكم بس شو المصادر الأساسية اللي عادة ممكن يستخدمها أي واحد فيكم حتى ينطلق في عالم الأردوينو. مبدئيا في عنا الـ IDE Integrated Development Environment، المنصة أو المنظومة أو العالم الخاص بالأردوينو، وداخل الأردوينو هذا طبعا مجاني بإمكانكم تنزلوه. في عنا العديد من الأمثلة وهنالك الستارتر كيت، يعني من ناحية هاردوير، مواد مادية بإمكانكم تشتروا الستارتر كيت رسميا من موقع الأردوينو اللي هو أردوينو.cc. وطبعا في العديد من الستارتر كيتس اللي ارخص منها لكن مش بالضروره تنفذ نفس التجارب من مصادر انترنت مثل علي اكسبرس وغير ذلك. طبعا الستارتر كيت ارتب، تجربها حلوه، لكن شوفوا ايش اللي بناسبكم، يعني بناء على الهدف تبعكم. في عندنا البيسكس مثلا من ضمنها البلينك اللي عملناها، ديجيتال ريد، انالوج ريد، السيريال، هذه الشغلات حكينا عنها. الديجيتال مثلا انبوت باتن، الدي باونسينج سويتش، طبعا هذا الشيء حكينا عنه سابقا. التون بخياراتها، انالوج انبوت، انالوج اوتبوت، تفاصيل اخرى. الكوميونيكيشن ما حكينا عنها كثير، حكينا شوي عن السيريال، ممكن تمشوا عليه وتطلعوا وتشوفوا شو الخيارات. كنترول مثلا حكينا عن الاف ستيتمنت، مثلا حكينا عن الفور لوب، هاي فيها شغلات كذلك متقدمة زي السويتش زي الوايل. الأريز حنحكي عنها لاحقا إن شاء الله. المجسات المختلفة، البينج اللي هو تبع الألتراسونيك حكينا عنه سابقا. الشاشات طبعا في أنواع مختلفة من الشاشات، في عنا السبع شاشة السبع مقاطع، في عنا الدوت ماتريكس اللي عبارة عن مصفوفة من الليدات، في عنا الـ LCD بأشكالها، في عنا كمان Color LCDs OLED Display، وكذلك في عنا Touch Displays، كلها متوفرة للأردوينو، كل شيء له عالمه. طبعا هان السترينجز اللي هي النصوص، الكيباد هنحكي عنه إن شاء الله، طبعا الستارتر كيت والشغل تبعها. أوكي، كذلك في عنا بعض المكتبات المستخدمة هان. طبعا الاردوينو كتير عميق، تقدر تعمل عليه جي اس ام، تقدر عليه ميموري ريدر، واي فاي، جي بي ار اس، اي شيء ممكن يجي في بالكم حقيقه ممكن نعمل على الاردوينو. بس خذوا بعين الاعتبار الاردوينو هو عباره عن مايكرو كنترولر لا التحكم. اذا بدكم مايكرو بروسيسر، شيء يحاكي الكمبيوتر اللي هو الرازبري باي، بلكي لاحقا ان شاء الله نشتغل عليه. على كل حال هذا فيما يتعلق بالمصدر الاساسي، عندي هان الاردوينو اي دي اي، عندي كمان الموقع تبع الاردوينو نفسه اللي هو اردوينو.سيسي. فمثلا هان احنا بدنا نعمل برنامج بسيط كثير يكتب هالو وورد، هالو وورد على الشاشه. ابسط شاشه متاحه عندنا هي عباره عن 16 عمود وسطرين. في شاشات اصغر، في شاشات اكبر، شاشه ثانيه اكبر لا مش متاكد تماما، لكن نحكي عن 20 عمود اذا انا متذكر صحيح، واربعه اسطر. ومثل ما قلت لكم طبعا في شاشات ملونة وفي شاشات كذلك تاتش، لكن هذه أبسط وأرخص شاشات متاحة عندنا. طيب المنافذ تبعتها، في عنا عدة منافذ لها علاقة بالتركيب تبعها والبنية الفيزيائية، مش كثير مهم بالنسبة لنا لكن خلينا نمشي عليها بشكل سريع. في عنا إشي له علاقة الإنيبل إنه تشغيلها. في عندي 8 داتا بينز، 8 داتا بينز اللي هو فعليا بتم نقل الداتا لها. LCD بشكل عام هي parallel، شيء متوازي، تتم نقل البيانات لها بشكل متوازي، لكن احيانا الشاشات بتيجي مع درايفر خاص فيها بحول التوازي لتسلسلي عن طريق بروتوكول I2C. اذا كان في مجال مستقبلا كذلك راح نحكي عن هذا البروتوكول، وقد يكون احد الامثله اللي هي الشاشه. طبعا لما تكون الشاشه او القطعه الالكترونيه متوازيه راح تستهلك كثير من عدد البنز، فاحنا بنميل اكثر للشغلات السيريال، عشان هيك الاي سكوير سي ضارب وبقوه. بالاضافه لهذا الشيء، في كمان امكانيه انه انا اوسع
المنافذ تبعت الأردوينو عن طريق شيلدز، عن طريق دروع معينة. إذا في عندي read write pin، إذا أبدأ أقرأ منها وأكتب عليها، وفي عندي كمان إشي اسمه register select له علاقة بالميموري تبعت ال LCD. ما عندي تفاصيل أخرى. شو قطع إلكترونية تلزم؟ LCD أردوينو البوتنشوميتر مقاومة متغيرة عشان أتحكم بشدة السطوع تبع ال LCD، مقاومة حماية عشان أعطي الطاقة لل LCD عن طريق مقاومة حماية على التوالي، وبريد بورد وكوابل. هاي طبعا التركيب تبعها، هاي هنفصلي لكم كيف ممكن تنشبك. طبعا في برنامج إضافي بيستخدموه هان اللي هو الفريتسينج، كذلك برنامج مجاني هنحكي عليه لاحقا. اختصارا للوقت، الرسمة هاي يا جماعة الخير موجودة على التينكركاد. بشكل أساسي عند الجراوند والباور مشبوكين مع بعض بشكل مشترك. في عندي هان الداتا بينز، هاي هم مشبوكين هان ومرتبطين هان كله الدي. هدول داتا بينز، هدول اختياري، هدول داتا بينز الأساسيات اللي بلزموني حتى أبعت عليها داتا. في عندي كذلك، خلينا نعمل زوم، خلينا نعمل شوية زوم نشوف شو في عندي. الجراوند، الجراوند بس لاحظوا لي إنه هان مشترك، مثل ما في عندي دائما بيخربطوا الطلاب فيه. نحكي عن سلكين هان، شابك ال LCD على الجراوند، شابك البوتنسيوميتر على الجراوند. طبعا البوتنسيوميتر نحكي قاعدين على 250 كي. في عندنا جزء واحد من البينز تبع البوتنسيوميتر او احد الاطراف على ال VCC والطرف الثاني على الجراوند، والاوتبوت تبع البوتنسيوميتر بودي على ال V صفر، وعندي هان ال VCC مشبوك عليه. الحمايه مشبوكه عن طريق الليد، الليد هو فعليا البضوي اللي الدان جواتها، او بضوي سوري، يعني هو اللي فعليا بيعطي طاقه للأجهزة اللي جواتها، للقطع اللي جواتها كيف هي مشكلة، اللي عبارة عن الليدات وغير ذلك، عن طريق مقاومة حماية. إذا شلت مقاومة الحماية هلا بفرجيكم راح يعمل زي كراش. وطبعا عندي الطرف الثاني هان مشبوك مع الجراوند، فهذا فعليا بشغلها من جوا، بشغل الجانب المضيء منها. ربما هذه الباور، لا هو بعطي باور للبورد تبع ال LCD. تفاصيل هذه كمان مرة بنرجع للداتا شيت تبعتها حتى نفهم. طبعا عندي هان الانيبل برضو مشبوك بواحد من الانبوتس، هاي الانيبل. وفي عندي هان الريد رايت حاطينه على الجراوند، يبدو لي انه بس عمليه رايتنج هان. وهان ريجستر سيلكت برضو مشبوك على واحد من الانبوتس. طبعا ال LCD انا ما بقدر اشغلها مباشره، انا بحاجه لمكتبه استخدمها، هي عباره عن ليكويد كريستال، عباره عن ليكويد كريستال دوت اتش. وبالإضافة هذه المكتبة جواتها كوماندات، الكوماند اللي فيها إنه أنا بعرف عن ليكويد كريستال وبحدد البينز تبعتها. ففعليا أنا ما ببرمج التفصيل كيف يتعامل مع ال LCD، هذا الشيء عملوه سابقا وعملوه لها درايفر. بس دعت ملاحظة صغيرة فقط، إنه لما أشغل ال LCD، لما أشغل ال LCD، إذا أنا شبكت عن طريق مقاوم، يعني شلت المقاومة هذه، طلع شو بصير؟ إذا حطيت هذا مباشرة معه، طبعاً الـ LCD بتنحرق. في التينكركاد بعطيني هذه الإشارة إنه أنا معطيها طاقة زيادة عن الحد من ناحية سيموليشن. وإذا أنا شبكتها طيب على عن طريق مقاومة كتير كبيرة، مش 220 أوم، إحنا قلنا دائماً مقاومات الحماية بتكون قليلة، هيك ببطل يوصلها طاقة ما بضوي، أو تضوي بشكل ضعيف كثير، لكن من ناحية عملية قد لا تضيء. فهاني بنحكي على 200 أو. طيب نعود للكودينج. إذا أنا بستخدم مكتبة اسمها liquidcrystal.h. من ضمن الأوامر تبعت liquid crystal بحدد المنافذ تبعتها، بعدين بعمل زي بالسيتاب مثل ما بعمل دائما إعدادات، بعرف إنه ال LCD اللي أنا بستخدمها مكون من 16 عمود وسطرين. إذا كانت الـ LCD حجم مختلف لازم أبين هذا الشيء هان في الأرقام الموجودة هان، 16 عمود وسطرين. الأمر اللي بقدر أستخدمه مثله مثل السيريال مونيتور، مثله مثل أي أمر آخر، بعمل LCD.print بين قوسين hello world. نفس الشيء بقدر أطبع text، بقدر أطبع variables وإلى آخره، على غرار طبعا السيريال مونيتور. في كمان زي انتم ملاحظين انا بعمل برينتينج هان داخل السيت اب، يعني اذا السيت اب ممكن نحط فيه كوماندز، نعم ممكن نحط فيه كوماند، لكن بتنفذ الكوماند لمره واحده فقط. فاذا انا بدي شيء يتم
زي ترويسة موجود دائما بقدر أعمل هذا الشيء. وبعدين في عندي أمر الـ LCD Set Cursor إن أنا بحدد وين بدي أطبع، بحدد وين بدي أطبع. طبعا هان بحدد الكولوم اللي بدي إياه وهان بحدد الرو. طبعا دائما ببلش من 0 0، ففعليا الهالو وورد انطبعت على الكولوم الأول والرو الأول. يعني لو بدي أحط Set يعني LCD Set Cursor فعليا هذا هيك بيكون اللي هو الديفولت، بيكون كأنه أنا عامل هذا 0 0. وهان بحدد السطر الثاني. هلا لو بدي اكتب كلام بقدر اكتب الكلام اللي بدي اياه، مثلا بقدر اكتب اسمي مثلا عبد الملك. اوكي خلينا نشوف. طبعا هذا الشيء بيتم يتكرر، بينما هان هلو وورلد كتب لي مره واحده. وبقدر اكتب variables، بقدر احط قيمه معينه. هذا فيما يتعلق بالLCD. أتمنى أنه يكون الإشي واضح، وشكراً كثير لحسن استماعكم.